هم مأيسين من كل شيء، فهم ايش راح يسوون؟ تدرون ايش راح يسوون؟ حلمهم يطلعون بتعادل مع العراق، راح يدافعون يسوون زون دفاعي 15 30 ياردة، يرجعون كلهم للخلف مثل ما سووا مع ايران، ويحاولون يسوون كرات طويله سريعه انتقال سريع للهجوم. ايش قد ما عنده قوه يا الهونغ كونغي، تركض حتى توصل الجلال حسن، بلكه الله تجيك وحده تايهه منها تخمطها على الطاير وتجيب لنا هدف. هاي هم يجحشون بيناتهم. اول في هذه اللحظات هنا توصل الكره وردت فعل، يا سلام، اول كره واول ظهور هجومي لهونغ كونغ في هذه اللحظات تكون تمتعنا اكثر في هذه المباراه. شوف الكره الماضيه والتصويبه اليساريه.